سبحان الله ما فيهم عالم واحد، وإذا جاء واحد يتكلم يهاجمونه هجوما شرسا يجعل الرجل يعني يبعد بعيد. ترسل إيميل تقول كذا كذا، تجد 50 إيميل يأتوك، بس لا لشيء إلا أنهم يخرسونك. 50 إيميل تجيب عنهم متى هذا؟ وكلما أجبت يرسل لك إيميل رد آخر، فيعني تقول خلاص فوقت أمر لله، حسب الله نعم الوكيل. هذا هو إيه الموضوع. فقال الناس إحنا الآن أولادنا شباب ونريد أن نتكلم اللغة بتاعتهم ونشوف إيه في أمريكا هنا بيعملوا إزاي ونعمل زيهم. يعني الناس هنا بيغنوا بطريقة كده راب ميوزك وحاجات كده، ويعملوا كده حاجات غريبة وأشكال وحاجات وحركات بالإيد وبالعينين وبتاع. ليه ما نعملش الكلام ده؟ ناخده زي ما هو كده بس نحط كلام إسلامي. يعني واحد عمال يغني على الدراجز والباقات، أنا خليه يقول نفس الطريقة ونفس الكلام بس أحط ربنا والنبي مكانهم يعني كده. يعني خد الآلة وحط فيه. انت تنصح يا عم بس يعني واحد يقول لك لا انت متخلف انت عايز ماشي. قسم الناس الى ثلاثة، فريق بلا قيد ولا شرط هذا الصح، حتى قال قائلهم ما يريحني فهو جيد لديني فهو حلال، وما يتعبني فهو سيء لديني فهو حرام. قلت سبحان الله، انعكست الآية. أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره؟ فين أنت من هذا الكلام؟ ومن قال لك أن كل ما يتعبك هو سيء لدينك؟ ده بالعكس يا أخي، الصلاة تتعبك تقومك الصبح بدري، والزكاة تتعبك هتفضي جيبك، والحج هتعبك يا عم تجيب شغلك وكل شيء، والصوم هيتعبك هيجوعك طول النهار وعطشك، تعب ولا مش تعب؟ يبقى سيء للدين؟ ده بالعكس، ده هذا يبني بناء شديدا. والعكس بالعكس، الزنا حلال حرام والعياذ بالله، وحلو للنفس، والخمر والسكر والعربنه تشتهي النفس، والكسل والنوم وكل هذه الاشياء هذه تريحك يعني، بس هل هو حلال؟ لا طبعا، ما يسمعون هذا الكلام. ولكن هذا فريق. الفريق الاخر قال بلا قيد وشرط، انتم في الساق، انتم مبتدعون، ولا يعني يبين لهم الصح من الغلط. والفريق الثالث الذي ندعو الله ان نكون ان شاء الله على خير منهم يعني في الوسط، يقولون انتم على خطا اذا فعلتم كذا وكذا بطريقه كذا وكذا، وانتم على صواب اذا فعلتم كذا. واستمعوا، فالاخوه يعني اخ من الاخوه اثار علي حجج كثيره جدا عندما قلت يا جماعه مسلم راب، وبعدين مسلم موزك، وبعدين مسلم سني، وفي دلوقتي ويب سايت اسمها مسلم ديتنج، في مسلم ديت، وفي ويب سايت مش مكتوب عليها مسلم ديت بس هي برضه مسلم ديت، يعني برضه فيها في الاخر كده. وانا اعرف ناس من مسجدي في المسجد اللي انا فيه فعلوا ذلك ووقعوا في ذلك وجاءوا يبكون. يعني هذا الكلام لا نفتري على احد، واحده ورا واحده، صح؟ واحده ورا واحده، مش خطوه بخطوه. فاحنا نحذر من هذا. الناس احيانا يقولون المشايخ بيشددوا علينا، يشددون علينا الامر، بس المشايخ يشددوا عليك لانه ما يريدونك ان تذهب الى خمس خطوات وتقع في الحرام. لما امسكك قبل خمس خطوات بدل ما اسيبك تخطي اربعه، واذا واحد هزك كده تقع في الحرام، لا انا امسكك ورا الاول خوفا عليك وحبا لك والله. فاثار الاخ الشيخ وقال الشيخ فلان قال والشيخ علان قال وهذا اباح وهذا احل. قلت له انا اقول لك ايه، سأقول لك شيئا واحدا، اللغة الإنجليزية سأترجمها لك، أقول لك شيء واحد بس. أنا ما أقول لك أنت اتبعت فلان ولا فلان ولا شذ عن الجمهور ولا كذا ولا كذا ولا الحجة الأخرى ولا ما أقول لك هذا كله، أقول لك كلمة واحدة يا أخي الكريم، أرجو أن تكون ثابتا في حجتك أمام رب العزة سبحانه وتعالى كما أنت ثابت الآن. ترد هذه الحجج على الله كما تريده عليه، أرجو أن تكون قوية الحجة كده ذيب اللسان أمام رب العزة، يأتي يقول الله عز وجل ماذا فعلت في العلم الذي حصلته؟ تقول يا رب أنا علمت إخواني والشباب في بلاد الغرب أن يغنوا ويعزفوا الآلات وينفخوا في ويعزفوا العود، ويا رب هذا ما فعلته ورفعت راية الإسلام بالموسيقى في بلاد الغرب. أرجو أن تقول ذلك أمام الله عز وجل، أرجو أن يثبتك الله عز وجل
وأقول ذلك لكل من يترخص في بعض الأمور، أقول له ذلك والله يا أخي لو بعدت حتى عن أشياء فيها بعض الإباحة أفضل، ما خسرت شيئا، ما خسرتش حاجة، تأتي أمام الله عز وجل وإذا لم يعني إذا كانت حلال الحمد لله، لن تعاقب على تركك للحلال، لن يعاقبك الله على تركك لبعض الحلال، ولكن يعاقبك إذا كانت حرام. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هو ده الإثم، عندك شك، عايز ختم الشيخ عليه، عايز ختم الشيخ عليه، أنت عارف إنه غلط بس يا شيخنا بس يا رأيك كده بس مسألة، أنت عندك فتوى من شيخ آخر، بس لازم شيخ المسجد ده يقول لك، وإلا مش مرتاح، لازم تمشي، شوف مشايخ الدنيا كلها بس شيخ المسجد ده يقول أه شيخنا قال كذا كذا. يبقى هذا فيه مشكلة في الداخل، فكيف تأتي يا الله؟ لو كان حلالا وتركته ما تعاقب عليه، بل بالعكس زهدك وورعك إن شاء الله يعلي منزلتك في الجنة. أما إذا كان في شبهة ولا حرام، فمن استبرأ، فمن اتقى الشبهات ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا أحسن الخلق. فأقول لكم ذلك لماذا؟ لأن الناس يتجرؤون، لأن ما في خلق. الخلق هذا أهم شيء والله. الخلق مع الله، الخلق مع الناس، الخلق في الدين وفي الفهم واحترام العلماء. نسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والذي لا يعلم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء، إلى آخر الآيات التي تعرفونها طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ يعني النبي ذكر أحاديث كثيرة، وكما قال أيضا الشيخ إن مجلس علم خير من عبادة سنين وسنين عدة. فهذا يعني أذكر نفسي وإخواني بأهمية الأخلاق في دين الإسلام، أهمية الخلق في دين الإسلام، والأدب مع الله عز وجل، أدبني ربي فأحسن تأديبي، الأدب مع الله عز وجل والخشوع لله عز وجل، وهذا ليس أمر عسير، أدبت مع الله عز وجل وأحكمت نفسك وكظمت غيظك وتأدبت بأدب النبي صلى الله عليه وسلم يقيك ذلك شبهات كثيرة. أدعو الله لي ولكم بالتوفيق والقبول، وأن يرزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا الله وإياكم من الذين يؤمنون به سبحانه وتعالى ويخشونه حق خشيته ويتقونه كما يريد سبحانه وتعالى، وأن من الذين يعبدون الله عز وجل على بصيرة وعلى علم، ومن الذين يتخلقون بأخلاق الأنبياء وبأخلاق نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، سلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا.